مصر، القاهرة، بوساطة مصرية زي ما كنت لسه بقول لزميلاتي العزيزات، خالصة. مصر قدرت إنها توصل إلى موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 10 مساء السبت بتوقيت القاهرة. الرعاية المصرية خلقت اتفاق يتضمن الالتزام بوقف إطلاق النيران، وقف استهداف المدنيين بشكل كامل، ووقف هدم المنازل. مصر دعت الطرفين سواء إذا كان الفلسطيني أو الجانب الإسرائيلي للالتزام بتطبيق وقف إطلاق النيران. مصر كثفت كل اتصالاتها اللي ممكن تخطر على بال مع الجانبين فلسطين و الإسرائيليين لتنفيذ الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النيران. كل التمني، كل الدعوة، كل الإصرار، أرجوكم التزموا بإيقاف إطلاق النار. زي ما كنا بنتكلم يمكن الأسبوع اللي فات لما حصلت هذه الاشتباكات وتحديدا ضرب غزة، وكنا بنتكلم مع الدكتور طارق فهمي، أستأذن إن احنا يكون موجود معنا على التليفون، نرحب بيه دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. أهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك سياده النائب. اتفضل. رب يخليك يا رب. دكتور طارق، بنتكلم على الوساطه المصريه التي وصلت الى ايقاف كامل لاطلاق النار من الجانبين، ايضا وقف الاعتداءات على المدنيين من الجانبين، بجانب وقف هدم المنازل الفلسطينيه. كيف ترى هذه الوساطه، وكيف ترى امنيتنا بالتاكيد لاستمراريه هذه الهدنه اذا صح الكلام؟ هو بالتأكيد طبعا نجحت مصر ونجح الجانب المصري بكفاءة ومهارة واقتدار في التوصل لهذا الاتفاق اللي هيدخل حيز التنفيذ الساعة 10، ودخل بالفعل حيز التنفيذ. أعتقد أنه الجهد المصري خلال الأيام الأخيرة، وأكرر جهد المصري وليس جهد الآخرين، يعني كان في تنسيق بالفعل مع أطراف متعددة، لكن مصر مضت في عدة مسارات. المسار الرئيسي كان في اتجاه الطرفين رفعي المعادلة، بالإضافة إلى التنسيق على المستوى الأمني والسياسي. يعني كان هناك هدف سيادة النائب تفكيك عناصر الأزمة في التفاوض. القضية ما كانتش فقط موضوع وقف الاغتيالات أو استهداف المدنيين أو استهداف البنية الرئيسة لحركة الجهاد، لكن الأساس كان الوصول إلى تفاهمات متماسكة. ونقلت مصر توجهاتها وضغطت في اتجاه الحفاظ على أرواح الشعب الفلسطيني، وطبعا هدم القطاع بهذه الصورة واستهداف المدنيين والعسكريين من القطاع. ونقلت مصر رسالتها المباشرة في هذا الإطار، وحملت كل طرف مسؤوليته في استمرار هذا المشهد. وكان التحرك بيتم بمهارة ومهنية كبيرة، طبعا في تراكم خبرة لدى الجانب المصري طبعاً يجب أن نشيد بها، وخبرة متراكمة وضباط يعني مهنيين وحرفيين وعندهم قدرة واقتدار كبير في تفكيك عناصر الأزمة بهذه الصورة، ونجحوا طبعا بمهارة في هذا الإطار مع تعقيد المشهد كما تعلم حضرتك بهذه الصورة الغير مسبوقة، وتصميم الجانب الإسرائيلي وتعنته في الوصول لهذا الاتفاق. لكن مصر نجحت في هذا الإطار وضغطت في اتجاه أنه إذا ترك الأمر وتوقفت المفاوضات الوساطة فليتحمل كل طرف تبعات ما سيقوم به. وأيضا كانت الرسالة مباشرة للجانب الإسرائيلي وبطبيعة الحال للجانب الفلسطيني ممثل في حركة الجهاد، لأنه بطبيعة الحال لو تركت الأمور ولو يعني كان هناك توقف ساعات حتى للوسيط المصري كانت ستكون هناك نتائج سلبية للغاية، وتصميم من الجانب الإسرائيلي على الخيار صفر داخل القطاع. مصر وقفت وحذرت ونقلت رسائل مباشرة بما لدينا من معلومات كبيرة، وبالفعل يعني لم تتوقف المفاوضات للحظة. بالمناسبة يجب أن نشير إلى هذا، لم تتوقف المفاوضات للحظة منذ بدء العمليات على القطاع، وتحرك مصر كان تحرك مسؤول ومهم وفي كل الاتجاهات. وقدمت مصر رؤيتها ومقارباتها لتوفيق الأوضاع. الآن طبعا بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ هيبقى في أمرين مهمين. الأمر الأول هو التزام كل طرف بما تم الإعلان عليه، والتزامات مباشرة بالإضافة إلى بناء تفاهمات أمنية متماسكة كي لا نعطي الذريعة لأي طرف من الطرفين
تكرار ما يقوم به مع التوقع بحدوث خروقات احيانا بتبقى، لكن هو الاساس الان ان في اراده تشكلت في ضغط مصري كبير يعني نكون امام تثبيت حاله التهدئه، ثم بقى الانتقال الى تنفيذ التفاهمات اللي تم طرحها اليوم في الفتره المقبله. تثبيت الوضع سياده النائب بيبقى ايضا مسؤوليه مصر في هذا الاتجاه. احنا بنتحرك في مساحات كبيره ومسؤوليه مصر القوميه والوطنيه بتقتضي ان احنا نستمر في هذا الاطار لاعتبارات متعلقه بدعم الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزه، وان احنا السند الرئيسي ليهم، وهم يدركوا هذا جيدا، وهذا ما نقل به قاده حركه الجهاد بالاساس ان مصر هي السند الكامل لكم، وعليكم ان تتفهموا ما يجري. وايضا نقلت الامور الى الحكومه الاسرائيليه بانه اذا استمر الامر بهذه الصوره ستكون هناك بطبيعه الحال توتر في الاقليم وفي المنطقه وفي مسار العلاقات العربيه الاسرائيليه، خصوصا وانه طبعا كما تعلم هناك انفتاح اسرائيلي على الاقليم، وبالتالي التحرك المصري تحرك مهم، ويجب ان نوجه الشكر والتقدير للوفد المصري على ما قام به، لانه في جزء من ده بيؤكد على مكانه وجداره الدوله المصريه في اقليمها، ليس فقط في الملف الفلسطيني ولكن في سائر قضايا الاقليم. الضوء هذا يؤكد لحضرتك سياده النائب على حضور الدور المصري في الاقليم، تحرك مسؤول، تحرك محدد، تحرك بصوره كبيره. واعتقد انه خبره الوسيط المصري كانت مهمه في هذا السياق، وطبعا الاتصالات كثفت خلال ساعات تكثيف الاتصالات ده كان مهم قوي حضرتك سياده النائب. الوسيط المصري ادى بصوره فيها نوع من الاقتدار والخبره المهنيه، وهذا ما قدره بالمناسبه الجانبين، يعني لانه صبر المصريين كان كبيرا طوال الايام الاخيره، وزي ما قلت لحضرتك هو كان الحرص على ارواح الشعب الفلسطيني بالاساس والخسائر اللي حصلت، وعدم انفراد طبعا الجانب الاسرائيلي بالحركه بحركه المقاومه الفلسطينيه حركه الجهاد تجاه السلطه الفلسطينيه المسؤوله عن اداره الاوضاع، والى حين طبعا ان تتم المصالحه بين الطرفين. مهم جدا ان احنا ناكد على ضروره عوده التوافق ما بين القطاع ورام الله. اظن هيحصل يا دكتور طارق، لانه انا اعتقد انه مصر فعلا بتشتغل على ده، واعتقد كمان ان مصر هي دائما الاقدر على اعاده رأب لهذه الصدوع، يعني اينما كانت ووقتما تحدث. وعليه أظن برضو أن من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى بتشغل بال جانب الاحتلال الصهيوني، أنه حتى الآن جيد أنه حماس لسه ما دخلتش على خط المواجهة، لأنه لو دخلت على خط المواجهة زي ما دكتور طارق قال هتؤدي إلى خلل كبير في المعادلة، وبالتالي مصر هي اللي واقفة دون المزيد من التفاقم للأزمة في المنطقة. يعني مش مصر مثلا سايبة حماس ما بتخشش علشان خاطر، لا، وده علشان خاطر المنطقة بالكامل، وحتى لا تزيد الأمور اشتعالا فمصر عملت هذه الوساطة وهذه التهدئة، وتعمل على رأب صدوع الصف الفلسطيني زي ما بيتقال. كل الشكر لدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية.